تحية أخوكم عبد الحميد العقاوي. قصة غريبة. هذه رسالة لكل أمهات، هذه رسالة لكل أبناء، هذه رسالة للعالم، هذه رسالة الإنسانية اللي ولينا أننا فقدناها حتى في التعامل ديالنا مع والدينا. منى، هاد المرأة اللي قدامكم أم ضريرة ما كتشوفش، شاءت الأقدار أن غادي يتلى بها الزمان وسط عائلة اللي غادي تحملها وغادي تمشي عند ولدها، ولكن بيني وبينكم عاشت أقصى وأخطر ما يمكن أن يتوقع الإنسان. هاد الأم ضريرة من بعد ما مشى لها الشوف حاولت باش تجوج ولدها بولد خوها، بنت خوها عفوا، باش أن تحن عليها لأنها بقت ضريرة. اختارت بنت خوها لولدها، وهذه ظاهرة ولو تعيشوها الشباب ديالنا بزاف. منواتش بأن غتولي هي العدوة في الدار، منواتش بأن ولدها غادي يحس لها الشعر بالزيزوار. ايه هذيك الأم وهي عورة مسكينة ما كتشوفش، غتحلق قلبها اليوم المغاربة من بعد ما جابها ولاحها وسط خواتاتو ومشى وجابها بواحد الحالة. والله العي العظيم أنني استحييت نوريكم تصور باش جاب مو. اليوم هذه رسالة للضمير تنقولوا علاش قلت الشتاء، علاش الزنزال وكورونا وهالبقجة، علاش الله تيجازينا، علاش شنو درنا، شنو الذنوب اللي درنا، ولكن بيني وبينكم قسنا والدينا بزاف. هاد الأم غتحلق قلبها المغاربة. قصة قاصحة بزاف. سلام، لاباس؟ لاباس. سلام، لاباس. بخير. سميتك منى؟ ما كتشوفيش كاع منى؟ والو ما كتشوفيش مره كاع؟ لا كتشوفش. ما كتشوفيش كاع دابا؟ ما تتشوفينيش كاع. شحال عام ما تتشوفيش يا منى؟ من 81. من 81. كحازي شويه حدا امك، كحاز نزغيت شوي، نزغيت شوي، نزغيت اضحك شوي. صعب منى. نعم منى. نعم. انت من 81 ما كتشوفيش كاع؟ ايه. اليوم جيتي تحلي للمغاربه قلبك، اش دار؟ سميت ولدك يوسف؟ ويوسف؟ أي. عندك ولدك سميتو يوسف؟ أي. موظف تيتخلص، مجوج، عنده دارو. أي. يورا شنو حيت، شنو حيت ما بقيتيش كتشوفي مشيتي عند ولدك؟ وعاودي لي شنو وقع لك المغاربه، بغيتي تحلي له شنو وقع لك؟ ملي داني ملي داني ما تنشوفش بحال هكا. ولات هو داك ما كتشوفيش؟ داني ما تنشوفش. وحيت وصلتي شنو وقع؟ تهلا فيك انتي مو، شنو دار لك؟ انا حنين عليه، هو ما فيه الحنان ديالي كاع، ما عرف مناش. كيفاش ما فيهش الحنان؟ ما عرف مناش، ما فيهش الحنان. هو ولدك كاميرا عارف يا ولدي، حذر هو معك اللي تخلى. لا ما فيهش الحنان كاع. اش كيفاش ما فيهش الحنان؟ شكون اللي حيد لك شعرك؟ هو باش حيد لك شعرك هذاك الشيء باش تقرعوا بالزيزوان. اي حيد لك دابا شعرك كامل. جاي حيدو لك. علاش جاي حيد لك شعرك؟ حيدو كامل. تيحيد لك شعرك كامل؟ كامل. ولكن في كتباتي تما حداهم كتاكلي معاهم؟ اه تنبات. عفوا كاين ارتباك بالنسبه للكاميرا للاسف الشديد. اسمح لنا اخواني غادي نشد. لا 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 حنا بغينا نوصلوا الصوت. عطاوني واحد البيت غير بوحدي. نعم؟ عطاوني واحد البيت غير بوحدي. اسمع 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 الوالده، اسمع باش يدوزوا على، اسمع الوالدين امهات، اسمع اش كيوقع لهاد المراه قاصحه بزاف. داك ولدك من بعد ما عواريتي ما بقيتيش كتشوف، تتشوفي في مره كاع والو. داك عنويتي باش يحن عليك ويحسن لك، ولا سد عليك بيت بوحدك؟ ها بوحدي، هاي تناكل بوحدي وتنشرب بوحدي. ولدك هذا ولدتيه من كرش؟ ايه. وانت ما كتشوفيش كاع؟ غير رحمه الله، غير تنردها للصبر والصلاة ديالي وصافي، وتنصبح الصبيح ديالي وتعطيني الله الراحة. هادشي اللي كديري؟ اي. شنو كاع شي حوايج اللي دارهم ولدك ما غاديش يخولك من قلبك؟ شنو دار لك؟ هو بحال هادشي. واحد المرة ما حسيت بالضربة حتى جاتني في النيف ديالي ورعفت من النيف ديالي وعرض لي الطاسة الدم. هذا ولدك؟ هاي عرض لي طاسة النيف ديالي. راه على تقليدك هادشي؟ ها على رقبتي.
ولدك ضربك لهذا المنخر دابا هنا. ولا ما نقول لك هو ولا مرته، ما نخلطش به هو ولا. انت جالسة عند ولدك في الدار حتى ارجع ولدي شوية من ورد حلوك. هي حيد الكرسي. راني معاه في الدار. حتى حسيتي بالضربة جاتك؟ حتى حسيتي بالضربة. ولاني الله أعلم واش هو ولا هي أم. شتي الأم ما عرفتش تنطق مني. هو اللي عرضيت صار النيف ديالي من الدم. واش حسيتي ملي سمعتي الضربة وانتي عورانا كتشوفي شو الاحتراس عند ولدك اللي خصو يحن عليك ويعطيك عينه؟ ايه سيدي واش تعطيه طول عيني؟ ما تعطيه طول عيني، ما تعطيه طول ما عاد يلا وغربي من عنده ما نعرف ان شاء الله. شفت واحد تصور عريانة فيهم ورقيقة غير العظام، مالك وما عندك حتى شعرة في الراس؟ هذيك هي حالتي، غرديتها صبر وني هذاك الصبر اللي ولا فيا. هذاك الصبر اللي بكيتي كتصبري. سميت ولدك؟ سميت يوسف. يوسف. سميت مرتو؟ حليمة. شنو بغيت تقولي لي يوسف وانتي ما كتشوفيش الأمنية ديالك تشوفي الناس وتشوفي يوسف؟ شنو بغيت تقولي لي يوسف الا عطاك الله باش انا نضر حبيتي عينك ولقيتي يوسف قدامك اللي تضربي وما عرفش ليش مناش وتتجوعي؟ إلا بان لي قدامي غنفرح 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 ماشي غير شويه. واو. واخا حيد لك الشعر واخا كرفسك بغيتي تشوفي الامنيه ديالك تشوفي، قولي لي من القلب اسيدي. ما كاين ما خبى عليك، بدات تحن. واو. لك بدات تحن. انا راني عملت هكا الكاميرا ماضي. نعم. لك بدات تحن واخا ما تشوفي شو ولدك ضربك وقرع لك وهرس لك مناخرك والدم والدم، ولكن الا جاب لك الله الشوفان تبغي تشوفي يوسف. ايه. قلتي لي كتخافي بزاف، بغيت تقولي لي شي هضره وقلتي لي خفت منه، علاش تتخافي؟ واش يضربك؟ بيني وبينك تاغوت عليا، حتى الضرب يضربني، حتى الضرب يضربني فاش يطلع له الدم، حتى الضرب يضربني. تيضرب؟ حتى الضرب يضربني. داكشي فاش تنخاف منه وما تنضع لقلبي وتنسكت. كدعني لقلبك وتتسكتي؟ عمرتي نويت. عاقلة على يوسف انت قبل ما يمشي لك الشوف؟ عاقلة عليه. اييه الولد سمر. اييه الولد سمر. عاقلة تقدري دابا تعقلي على يوسف دابا؟ اييه الولد سمر عنده شعر زوين دابا. هو سمر يكون مازال سمر دابا مادام اللي كان صغير سمر. وعندو الشعيعه؟ عندو الشعر زوين. هاي عندو الشعر زوين يوسف. هاي تمنيت تشوفيه واخا ضربك وهرسك من مناخرك ودمك وحسلك وعرقك تبغي تشوفي يوسف؟ شنو بغيتي تقولي لي؟ ايوا الى رب ارجع ليها ربي البصر ديالي ماشي غير هو اللي غنشوف. الله يجعله القلب سميح. دابا مالي يدك شتها وجهها مالها؟ هادي اللي راكده ليا. هادي شغل ماينس حرك دادي عندك. يوسف تيصرف عليك دابا من الليله؟ حكينا عند خوات عند خواتاتك وعند امك مسكينه ولا لا؟ تيصرف تنوع لهم؟ لا. شنو هي رسالتكم ليوسف؟ وتنتمنى يوسف يقرا الرسائل ديال المتتبعين الكرام. امك ثم امك وامك والجنه تحت اقدام الامهات. للاسف الشديد مخلي لكم انتم مع ولادي وصافي، ما تيسول فيا ما تيفكرني. وفي خبار امه ما كتشوفش؟ راه عارف اللي ما تنشوفش. تعجيت زين يا انا. ما ميظهر القويا؟ ها؟ ما ميظهر القويا؟ ميظهر رميا يوي تيجي يوي الامتين تتقوم تيجي وفايد الدابا. الله مزيان يا غير شعب ديال جاب الميت وحطو عند الميت. قالك هي بحال ميتة وانا بحال ميتة وجابها ولا حالية ومشى. راني احتلت هادي امها. يوسف جداتك. سمع اش تقول جداتك؟ هذه جداك يوسف. تهضري معايا شويه بالعربيه باش كلشي يفهم. انسي ولا غير واخا ماشي مشكل. هو دابا يوسف جا لحا هنا ومشى. اييه انت جدات يوسف؟ اييه انا جداتو، مرتو بنت ولدي. دابا مرتو بنت ولدي؟ مرتو بنت ولدي. وهذه بنتك؟ هذه بنتي، هو ولد بنتي، كلشي ديالي. دابا انت حاولتي زعما تجمعي العائله؟ انا كو عندي صحه ما نسول فيه كاع، ولا اني كاين الله. باها ما بقاش تكفى
انا ما عندي باش نشد، انا كندير جلزانات. يوسف شتي جدك؟ كازيك شوف جدك تدير ديالي زي يوسف. انت على الفرق ديال شوف انت شتي يوسف. حنا يوسف لا ما مقبولاش، وانت موظف واحد الجهاز اللي تنحترموه بزاف، الى درجه اني ما بغيتش نقول حتى الجهاز فاش خدام انت يوسف. ما بغيتش نقوله بالحب ديالنا ديال شتي. ها هي دابا كديري الدياليز لاباري هادي اللي داخله فيك، هادشي كيزعزع تيتزعزع. المكانه هادي شحال مره تديري الدياليز؟ كنديرها جوج مرات في الشهر دابا نهار ثلاثة. ويوسف جاب لك هذا اللي انت جده جاب عاود بنتك ولا حا هنايا في الدار؟ اييه درنا جوج انا وياها دابا. راهو انت دياليز وخدمو مع الله. اييه كاين الله. هاد الدار ماشي ديالهم، شحال من واحد دابا كاين صحاب الكريتيك، كاين دابا اللي راه قطع الضمير وعاود ميت يبقى لا واه. هاد الدار لا غير ديال عاوتاني اختك يوسف، هي وشيباني مسكين راه فين مريض في ديك القنص. ها مولاه مسكين حتى هو مريض، حتى هو موظف غير دار فينا الخير حتى حنا مولانا. عمرك انت يخرج هذا الشيء من يوسف؟ اه انت جدات يوسف، عمرك نويتي هذا الشيء يخرج من يوسف؟ ايوا اش غادي نقول لك اولدي، ها هو خرج منه، اش غادي ندير له؟ اش غادي ندير له؟ كون فيه الحنينه ما يدير هذا الشيء، وين ما فيهش ما فيهش ما فيهش ما فيهش. دابا هي ما كتشوفش كاع مرة مسكين. لا لا والو لا. عاودي ليا ملي جات غادي نعطيك الميكرو لأنها قاصحة بزاف، عاودي لي حيت جات وحليتي عينك فيها ولقيتيها ما عندها لا شعار لا والو، باش حسيتي؟ اش سخفت؟ أسخفت هي سخفت. حيت شتيها باش شتها في ديك الحالة وشتها ما في ما بقى ما بقى غير عظومة. حيت جابك يوسف ولا اللي شافك سيدي يبكي؟ اللي شافها كيبكي، اللي شافها كيبكي بديك الحالة. أنا براسي شديك التصويرة. إيه إيه إيه. عطيني واحد التصويرة. إوا نكتب الله اش غادي نديرو ندير حكم. غادي تشوف كي جاب يوسف مو. الأم ثم الأم عيب قاصحة بزاف. هادي جدا يوسف وماين هادي. العائلة بغات تحمل مسكين. قاصحة بزاف. كاميرا مرة نيجي رد معايا الباب. شتيها شتوها شتوها واخا ما غاديش يبي حتى ديال الاخراج يقولك علاش وريتيها حبيبي انا صوره قاصحه ولكن حتى هي دابا النص كله شوف انا الراس شوف مسكينه شوف شوف الراس ديالها باينه شوف الراس ديالها امك لا المغاربه كلهم يوسف غادي يناشدوك اليوم الضمير ديالك غادي يفيق يوسف واللي بغيت نقول لكم انني نقدر نتصل بيوسف غادي نتصل بك يوسف في التليفون دابا غادي نهضروا لنا حشومه امك ما تشوفش في مره شنو كانت كاع المحايل اللي دازوا عليك مع يوسف شنو هما المحايل اللي مازال في قلبك اللي ما تمنيتيش يديرهم معك ولدك شنو هما المحايل قولي لي شنو اللي شي حاجه بقات لك في قلبك دارها لك يوسف اللي قلتي ناري ولدي تيدير لي هادشي مع مرته وانا عوره ما تنشوفش شنو داكشي اللي قلت لكم اللي كاين عمر يوسف تيوكلك يدوشلك ولا شد لا و تندوش راسي وشي بنت عنده اللي تتعاون معايا البنت بنتو أيه. اما امها ويوسف وهذا لا ولا يرضي عليها بنت صغيره مسكينه لا يرضي عليها لا يرضي عليها لا يرضي عليها اختها صغيره قريه سبعه يرضي عليها اللي فوق السبعه هي كانت تتعاون أيه. اما يوسف ومرتو وهذا لا 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 لا, لا. ما كاينش طواليت كي كدوزي حتى تمشي بوحدك للطواليت تنمشي هاي تنمشي هكا بالعقل مع الحيط حتى نوصل ونرجع علاش زوجتي ليوسف بنت شاتجيك مرت يوسف بنت خويا الله يرحمه بنت خو بنت خويا زعما باش حيت زوجتيها له راك انت ما كتشوفيش زوجتيها زعما تحن عليك وتوليو عائله وحده ياك كنتي عند يوسف انت قبل ما يتزوج أييه اختاريتي له بنت خو أييه وفي الأخر كي خرجت ليا قولي لي هو اللي خطبها راسو ما خطبتش يا سيدي أنا لا أنا غير أنا في الخنت شد الخنت وصقرة سميتها هي حليمة نويتي أنت بين حليمة غادي دير لها هاد الشيء كاع اش كتجيك أنت حليمة أنت أنت كتجي ليا بنت ولدي هذيك بنت ولدك وهذاك ولدك هذاك ولد هذا هو ولد بنتي
ولد ولد هادي هي عاوتاني بنت ولدي ولدي الكبير توفى مسكين الله يرحمه ويرحمه ويرحمه الجميع كان راجل مسكين ولدي انا الكبير ضيعته بنتو اليوسف ودار العز عنده ايوا تقول قلت له والله اللهم لك الحمد قلت له اللهم لك الحمد انا ملي كنهضر معاه هي عنده التليفون تقول له اه بنتي راه كلشي ديالك واما الراجل ولدك واما المراه بنت خوك واما عائله وحده واما دراري ولاد ولدك راه كلشي ديالك كتقولي انا انت. انا كنقول هادشي انا ليها وحتى جات ليا بديك الحاله ما فيه ما تشوش الراس عريان صح ما بقاش اللحم ما بقى اللحم ما بقى اللحم وكندير لها الدواء باش تلقى باش علاش تقز كلشي انت واخا ديالي انا واخا مريضه واخا هكا كتجيب ليا بنتي دو كندير لها الدواء وبدات تديها للطبيب كتهز ليها الدواء دوزاتها للطبيب 6000 ريال ديك الطبيب سميتو هي تعقل على اسمي الطبيب اللي كانت عنده الطبيب اللي كانت ديك حوري دكتور حوري على هذاك اللي كدوز عندو كتهز الدواء الدواء راه عندها الدواء دابا الدواء راه الدواء عندها اللي كتجيبو دابا هاد الفلوس الدواء ديالها مسكين اكي صيفطني ولدي الله يرضي عليه شكون يوسف؟ لا ولادي اما يوسف والو لا خوتي خوتي اللي كيصيفطو لنا كثر غيرهم اما ولادك ولدك والو لا 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 نرو صيفطني كاع كاع لا وراه موظف و تيتخلص المسؤولية و عندو تيخلص الطوموبيل ما كاينش ناشفة ولدي هذا ولدي واش والو ناشف كيفاش ناشف ما كاسف الله حتى شي حاجة ما كاسف الله حتى شي حاجة الما يفكر فيها تشري الدواء ولا تدوز في طبيب ولا تاكل ولا تلبس ولا وعلاش قال لك حيد لها الشعر بزاف بغا حتى جات عندي بابا تعال كان ديال الكمال ولا خلات خلاوك خانزه في شي قد ما فيك واخا عوره كتدوشي كتبني راسك اخواني اسمحوا لي على كلمه عوره وهكذا تنهضروا بواحد الطريقه مغربيه باش اننا نحسوا راه مرا ما حيد لها ولدها بالزيزوار ما بيا لا الكمال لا الحبو ما فيك والو قال لك ما عندك ما ديري بالشعر هكا قالوا هي قالها لي سمع فين غادي يوصل يوسف مع امه غادي يجي يوسف ومن بعد ما ان امه ما بقاش تشوف وغادي يوهمها بان جاها الخطيب صدق او لا تصدق قلتي لي جا يوسف واحد النهار وتي خلا شوف يوسف جا قلتي لي جا عندك وتيغلط الصوت شنو قال لك قلتي لي يوسف قال لك راه جا الخطاب وبغا تجوز شنو وقع في هذاك النهار قلتي لي يوسف تقول لي كان واحد الراجل سميته عبد الرحمن بغا يجوز بك هذا يوسف ولا ما هي قلت له انا ما عندي ما ندير به جا عندك يوسف قال لك راه واحد سميتو عبد الرحمن اجي نجوجو لك يوسف بغا يتهنى من امو يوسف كاين عندو لهي لي عندو قالتها لك انت هاد الخبر راه كتقولها راه كتقولها شنو كتقول راه ما قالتش غير كيقول لها راه كاين راجل غادي يجوجك تنهض الله فيك غتا يخشب عليا الله اعلم الله اعلم الله اعلم انا ما شي واش هو تيجلس ويضحك معاك ويساريك في الطوموبيل ويخرجك ولا ما لا لا ما تيساريني ما تنخرج معاه حنا غادي نعيطوا ليوسف في التليفون ولكن لا غادي نشوفوا الاخت ديالها مرا متزوجة ما غاديش نخليو يبان الصورة ديالها حفاظا على الابناء ديالها غادي نشوفوا الشهادة ديال يوسف وشنو دوز على امه السلام عليكم. عليكم السلام اخويا. السلام لاله بخير صحة لاباس. بارك الله فيك. شنو واقع على هذا الشيء قاصح؟ شنو واقع؟ شنو بغيتوا تقولوا شنو داز على هذه المرأة هذه؟ واخويا هذه الأخت ديالي جابها ولدها في واحد الحالة ما يرتى لها ما نقول لك زعما راكم شفتوا التصاور شفتوا كيفاش جات. نعم. ولكن المهم جينا احنا عالجناها ديناها للطبيب كان داويوها في سبيل الله احنا كان هذا. كنتصلوا به صراحه شحال من مره باش انه يعاود يتعاون معنا في المصروف ديال الامو ونشريو لها الدواء ديالها والكسوه ديالها بلاتي الناس قال لك فين كاين يوسف اش المدينه عرفتش كاين مدينه كرسيف منين في كاين يوسف كاين في كرسيف في كرسيف في كرسيف شنو بغيت تقولي للناس ديال كرسيف اللي تيعرفوا يوسف لان هذه الام خص يوسف يتحرك كاين في كرسيف يوسف كاين في كرسيف دابا ساكن في كرسيف هو امه سميتو هو ومرته سميتو سميتو يوسف شنو بغيت تقولي ليوسف والناس ديال كرسيف بغيت نقول له هذه كتبقى الام ما كترماش بحال هكا
خصو يحن فمو ويتهلا فيها كما كان الحال، واخا ما رباتوش بصح لان كانت ملي ولدته هي تعمات ما رباتوش ما هذا، ولكن الام اللي تعمات لوحوها في الزنقه. لا ما يمكنش، لا كتبقى الام. تصور يكون يوسف اللي تعمى، كي غادي يتعامل معاه؟ اه ما غاتسمحش فيه بطبيعه الحال، غتهزو بسنانها. راه دابا واخا هكا كتقول لك توحشت ولادو وما كرهتش لو كان نشوفو، ما كرهتش لو كان يحن فيا، كاع ما نوصلش لهذه الحاله هذه اللي انا وصلت لها. ما كرهتش لو كان ولدي يكون هو عيني هو يدي هو رجلي هو كل شيء. نعم. ولكن قدر الله وما شاء فعل. الله شوف واش تشوفي يوسف، شوفي شنو دوز عليها يوسف الأمنية ديالو تشوف. كنتمنى تشوفه صراحة وتشوف وليداتو. شكون يجيك يوسف؟ ولد أختي. اش قالت لك السيدة أختك؟ هذه الأخت ديالي. وهذيك الشي بانية مسكينة؟ هذيك هي الأم ديالي. أم. وأنا اللي هزاهم بجوج. الله يحفظك الله يحفظك. أنا كنقاسي معاهم. كنتي من بعد ما هي كانت مشات عند يوسف ودوزات عنده واحد المرحلة. واش تتفاجئ تجاهها هنايا وهي قرعه وعريانه ولا شنو وقع؟ لا حتى تفاجئنا، جابها عاودوا كان كنتصل بالاخت ديالي اللي في فرنسا. نعم. عندي واحد الاخت تما كاينه، عيط لها قال لها راه فاتحه راه منى صدعتني بغات تمشي تشوف امها، قالت له ديها، قال لي انا ما عنديش باش نديها. قال لي انا ما عنديش باش نديها باش تشوف امها، قالت له راه 4 سنين هذه ما عمرك ديتيها باش تشوفها. 4 سنين هو سنين. ما شاف 4 سنين ما شفناهاش من قبل كورونا. شنو عاودت لكم تما اللي دازت عليها ديك 4 سنين؟ والصراحه ملي كنت كتعيط لنا كتقول لنا بغيت نجي وراني معذبه وراني هذا، ولكن ملي جات لهنا عندنا قالت لك ما كنتش كنقدر نهضر حيت كيكونوا حدايا، ما كنتش كنقدر نعاود المعاناه اللي كنت كنعيش تما. قالت لك واش كتخاف منه كنتي عندك؟ سمعت يوسف كترعد شي دابا الا سمعت تنقول لها يوسف جا ولا شي سميه شي تيدق ولا هي بالضحكه كنضحكوا ما كتقول لك لا 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 خبعوني راه غادي يدير لي، كتخاف كترعد كتخاف منه بزاف. عندك النمره ديال يوسف؟ كاينه. غادي نتصلوا بيوسف ونشوفوا اش تيقول يوسف. مرحبا شنو راه ليا التليفون تاع استاذ. إذا أنت الحالة إخواني باش كانت هاد السيدة مهمة هادي الأم، هاد الأم هي هادي الإخوة، هادي هي الأم ديال يوسف، هادي هي هاد السيدة. إذا غنخلي الكلمة لكم ومع تبير الأوضاع وخاصة إخواني الوالدين، كل شيء كيعوض الله، إذا مشات المرأة كتعوض، مشى المال تيتعوض، الصحة تتعوض، ولكن مشات الدراري تيتعوضوا، ولكن إذا مشات الأم ما كتعوضش. غادي نشوفوا الشهادة الجارة، الجارة اللي عاشت مع هاد السيدة وجارة اللي سمعتنا احنا هنا وجات مسكينة كتجري باش تعطي شهادة للعالم حول المعاناة تاع هاد المرأة اللي غادي يشدها ولدها وغادي يحس لها بهاد الطريقة البشعة. صدق أو لا تصدق. تفضلي اختي شهادة أمام الله على هاد السيدة، شنو تكون هي هاد السيدة واش تقلبك؟ السلام عليكم. أنا الصراحة هاد السيدة هادي من نهار جات بكيت عليها. اللي غادي نقول هو ان هذا الولد هذا خاصو ياخذ العقوبه ديالو، حيت الوالدين هما عندنا النقطه الاولى اللي خاصنا نشوفوه، والنهار الاول اللي جابها بديك الصوره وما كيصرفش عليها ومكرفس عليها وبغيناه يقتلها غير الوراق ديالها باش تاخذ المساعده ديال ديك 3 سنين وتاخذ العلاج ديالها بحالها بحال الناس كيرفض. حاولت اني نتقرب منه ونهضر معاه، كانت ديك الساعه الرد ديالو الرد ديالو زيرو. هضرتي مع يوسف على هذا المشكل؟ هضرت معاه وبغيت يلقى حل وسيط يعني بين هاد السيده هادي اللي جاو لحها تقريبا دابا عام ونص، ما كيسول فيها ما كيسقسي فيها، كنضطر انا نشري لها الدواء، كنضطر انا نقوم بالمساعدات اللي هي ديالو ومسؤوليته كنقوم بها انا، كنغسل لها كنقيها في سبيل الله، ولكن هذا الولد هذا خاصو ياخذ العقوبه ديالو وخاص هي المساعده انه يقاد لها الوراق ديالها باش تاخذ حتى هي الحق ديالها في العلاج وتاخذ الحق ديالها وتشوف الطبيب ديالها. دابا حتى البطاقه الوطنيه ما عندهاش هاد السيده هذه، ما عندهاش البطاقه الوطنيه ديالها، ما عندها والو، ما عندها والو، بغينا هي قاد لها الوراق ديالها. دابا كي كدوز نهارها مسكينه هاد السيده؟ كدوز النهار ديالها
قال صافي داك القنيات كتمشي تصلي وتعاود تولي تجي، لا ما عطيتيهاش الحاجه ومديتي لها الحاجه ما كت. شنو الاسباب اللي خلى يوسف باش يقرا على هذه الطريقه باش يعاود نص الراس حسنولها والنص خلاه صحيح؟ شنو بالك انت خلال الحوارات اللي كانت ما كي كتعنف يعني السيده؟ دابا حنا فاش كنجبدوا لها الولد ديالها، ماشي داك ماشي ديك الصوره ديال الام الولد ديالها اللي كتجبدوا بالخير، هي كتذكروا لها كتبدا كتبكي كتبقى كتغوت تسدوا البيبان، يعني دخلها في واحد الاكتئاب وفي واحد الحاله نفسيه اللي صعيب ان ما كتكونش ديك العلاقه بين الام والولد ديالها بديك الصوره اللي حنا دابا كنشوفوا في هذه السيده هذه. باش غادي نشوف هذا الفيديو رسالتك انت باسم الساكنه والجيران حول المعاناه ديال امو، نوصلوها كما يفيق الضمير ديوسف. خاصو يفيق. كتعاني امو مسكينه، قولي ليوسف حاله الحاله لا يرتى لها وما كيشوفوا فيها الحاله، حنا راه كنبكيو عليها فوق ما كنجيو نشوفوها كنبكيو عليها، لو كان عندنا حنا الجهد ليها راه حنا نقوموا بها. نعم حنا نقوموا بها، حنا بغينا دابا غير الورق ديالها ويعطي يعطي الام ديالو الحق ديالها، الام ديالو هي الاولى عاد الزوجه وعاد الاولاد. نعم شنو بالك تنشوفوا الوالدين في هذه السنين الاخيره تيتعذبوا، كان بشحال واحد خاصه تلقى الصوره شحال هذه الواحد تيولد باش ان يكبروا الدراري ويعفو يحن الله عليه، دابا تيكبروا الدراري ان شي يديروا في ولادهم. شنو بغيت تقولي كأم؟ شنو رسالتك كأم؟ كنوجه له ان الله يهديه وهذا الشيء هذا ما كيداش، وربي وصانا بالوالدين والعقوق الوالدين يعني حتى نوصلوهم، وكما هي كما كتقول بان وقعت لها واحد الحاله انها تعمات وانها من ذوي الاحتياجات الخاصه، خاص هو يحن فيها وخاص هو يكون يعطف عليها اكثر من الناس اللي غتحن فيها وغتشوف فيها. نعم نعم راه عنده ولادو. نعم راه عنده ولادو، الدنيا راه دايزه، خاصو يفيق يوسف، خاصو يفيق ويعرف بانه واخا ما ولداتوش. المراه ديالو كنوجه لها النداء بان راه عندها ولادها، وهذا الشيء اللي كتذكروا هاد السيده هذه فيها ما غاديش تكذب عليها، حيت حتى واحد ما كيبغي يفضح هاد الشيء ولا يخرج من هاد الشيء. السيده الا قصتي معاها وهضرتي معاها راك تبكي، داك الشيء اللي كتوجهوا لها لا ماكله في الطبله، الطواليط تشرب منها، كتخليها موسخه، كتسد عليها الطواليط، يعني حتى الحاجه انها باش تقضيها هذه عروستها. هذه عروستها اللي هي اش كتجيها؟ بنت خوها. بنت خوها. اه بنت خوها. غادي نعيطو على يوسف؟ بقاي معنا ونحاولو نصوبو على يوسف ونتمناو امانه توصل الرسالة ديال عند يوسف اتصال مباشر مع يوسف. دقيقة اختي وغادي نرجع عندك نشوفو رد الفعل ديال يوسف. سلام لاباس بخير؟ لاباس؟ الحمد لله. ايوا هذا معطى الله، هذا لا اله الا الله، لا اله الا الله، المغاربة تيدعو معاك تيقول لك الله يعفو عليك. امين امين. واش عندها شي تليفون؟ لا كون عندها نعطينا رقم تليفون باش عندها الضوء تكون عندها. شوف اخويا شارجور بالبلاد يوسف، هاك طلب يوسف حرام. لا اركب النمره ديال يوسف ما تقولهاش بالجهد معايا تما ما تحس بها فيك. لا لا شوف صافي يلاه ميرسي ميرسي. انا وياها ما كان هزو التليفون ما كان هضرو في التليفون حتى انا ما عرفتوش ما عرفاش. لا تهضري ليوسف انت لا تعرفي. والو والو غادي نعيطو على يوسف في كاميرا ما نعطيكش ترك حاز لاباري هكا وتحرك الله يعطيك ستر. نعيطو على يوسف رحمة الله. سير صوني التليفون سكت. الو الو السلام عليكم. السلام عليكم خويا بخير؟ صحه لاباس؟ سمح لي على هذا الوقت. بخير كلشي بخير واش يوسف؟ الله بارك الله. يوسف يا خويا. خويا يوسف للاسف الشديد راك على برنامج مباشر الله يعطيك الستر على الحاله ديال الوالده ديالك السي يوسف، راه جات عندنا البرنامج وراك على المباشر. هاد الحوايج اللي كتقول اخويا نو الوالده والله العلي العظيم انا براسي تاسفت وتنتمنى ان شاء الله تحرك فيك شويه زعما ديال
راه كلشي تيعوض اخويا يوسف واخا المشاكل واخا شنو بغيتي تقول اخويا يوسف راه مرت تقول بان حتى كاع جبتيها مقرعاها يوسف ما عندها طاش على مسكينه راه واحد تصور بكاوني وانا في الكومنتات. شوف اخويا استناك الله واش انت هو السي واحد واحد اخويا حامد والله يجمع الشمل راه ما قلت لا سميتك لا فين كاين انت لا فين خدام لا والو عافاك يوسف شوف كيف ديرو عافاك. شوف اخويا شوف الوليدة أنا أقول لكم عن هذا قول يا هذيك الوليدة عايش معها أنا يا تشد أنا يا أنا خلتني في عمري عام ولا ما كملش نعم مشيت الحق المهم خلها ولي ما زال صغير أنا ما كملش نعم خلونا في الضربية لنا في العربية الوقت اللي أنا يا قالوا لي راه عندك الوليدة ما تنسوش الناس وخا نجي كنلقاو كيتكربسوا عليها خوتها هذيك الوليدة ونقولها قدامهم خوتها امامك خوتها خوالي ومع الطرق المرمي جيت عندها واحد ما واخا انني ما ربتنيش واخا كاينش ديك المحله ديال الامومه جات عندي انا مشيت عندها لقيتها كيتكرفسوا كيتكرفسوا عليها ونقولها لك هاد الهضره هادي قدامهم قالت لي انا يا خوتي كيتكرفسوا لا راه هو تيسمع ما يوسف وديتهم وديتها عندي 17 لعام انت عندك عندي وديك الحسنة انا كوفر وانا اللي كنحسن لها ديك الحسنة حيت عندها غير وحده وكتقول لي احسن لي اولدي باش كان باش بقيت باش كيبقى راسي خفيف عليا وقالت لك والو قالت تقول لك عافاك ما تحس لياش قال لك والو تيشدني يوسف قالت لك كاع واحد النهار قالت صح حتى ما عرفتش حسيت بالضربه جاتني لهم من اخر ورعاك لا 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 شوف هادشي ما كاينش كاع هادشي مهم يوسف نعلو الشيطان وانت تهضر مع ماما كان انزا وكا يوسف هضري مع يوسف انا ما عنديش مشكل معاه عندي مشكل مع هذوك اللي كيدورو ما تخافيش هضري معاه ما تخافيش هضري مع يوسف يوسف هضر نعم الو السلام عليكم وعليكم السلام هلا الحمد لله ما يتعود ايه تعود خلينا الا انا اذا تهنا خلينا نولد ليه كيخاف السير ديالي وحسن انا دوخني خمغ غادي واش الكونجي دوخ باش ميداويخ منظور عارف السير ماشي التليفون لا ما دويه لا شاورا قيرخ انا خاصه الليله الى ما بغاش تكون يديني عند يجيبني عندكم ايه انا خاصه يبان مدينه يونس واش بالصحه ديال 4 سنين ما شتيها دابا عام هادي عام جاي العام هادي اخويا وهاد العام هادي انا حدا جيلا غير باش تشوف الوالده ديالها حتى كدير ديالي وفاش وصلتها تمايا العاني هذيك اللي عندهم مع مشاكل العاني شدوها تمايا وقلتلهم انا خليه ونديك لك لا غير خليها واحد الكنجر وكذا وبالعاني غير باش يديروا شكاية حيت انا عندي معاهم مشاكل كاين داخل تمايا المهم عندهم مشاكل مع المرات يعني كاين شي ورد داخل تمايا الورد داخل تمايا بزاف ديال المشاكل وغير مع خوتها ماشي معاها هي وضد هذيك الشكل اللي داروا عند الوكيل اللي جاوا عند الجدارميه انا تما عندي الخدمه كنت انا خدام تما في بوتنيك على هذاك الشيء انا باغي معاهم بالضبط انا ماشي معاها هي مع خوتها وين امك لا يوس امك غير صيفط لها غير باش تعيشوا ديك الساعه وكملوا الحرب انتوا مع الوالده دابا يا مسكينه عطي لي الكبير داير شكايه عند الوكيل قال لك خص قال لك نعطي قال لك الاخر صافي قال لك خسر على امك لا داير شكايه على هذاك العود وكذا وداك الشيء كاع ما عمرو كان لا راه دايرين واحد الشكايه اخويا ديال انها ما تتصرفش عليها مسكينه وهي دابا راه عوره وهذيك الاخرى جداك راه تدير الدياليز راه حاله خايبه اخويا يوسف انا مزاول اش تقول لك مازال النمره ديالك هذه ديالتي هذه النمره اخويا بزاف كاين ما يتقال تما يخصني نكون انا ويكون نقول لك لا راه دابا لا راه كلشي تيتفاعل معاك يا يوسف دابا الا كاين ما تقول قولوا دابا نيت هي كتقول لك ضربتيها للمناخر وهرستيها انت ومرتك من المناخر والدم هضري معايا يوسف واش كنتي كتكذبي قبيله الحق الحق اخا يا سيدي ربي كنت انا وياهم وانا ما حسيت بالضربه حتى جاتني في النيف حتى عرفني هو شي اتصل النيف ديالي ما نقول لك هو ما نقول لك
مرت واش المره كانت تضربها يوس؟ لا لا وعلا لا ما كاين داك الشيء. واحد النهار اللي فقط اللي طاحت عليها التلفازه واحد ديجر عداها رفات ديال التلفازه ماشي بالعاني دزت عليها. راه ما تتشوفش مسكينه الله يحسن العوان. وي واش مغادي دابا هي هكا كتقول بالله واش حنايا 17 عام وهي معايا حتى لهذا العام غادي يكون هذا المشكل هذا؟ واش فهمتي اش يقول لك؟ ايه ايه ما تخافي قالك التلفازه اللي طحت عليها انا مش سمشت اللي ضربني ماشت. ولكن الا طحت التلفازه غتسمعي الشراق سمعتي شي حاجه هرسات؟ ما سمعت شي ما سمعتي والو. لا لا هرسات في التلفازه نقولها ليها كاع هنايا شوف عقيده لي كي التلفازه اللي غير شتي داس دو كي التلفازه اللي بيت نخر مجزز قال ما لا ويني واش فهاديك فاش ترعفات هي قالت لك جالسه ما بيا ما عليا قال لك تضربني شي واحد المنخار قالت لك ماشي كنت غاديه قالت لك طواليط قالت لك كل ما بنتك الله يرضي عليها الصغيره الكبيره شي شوي قالت لك والله هاد الدوش قالت لك لا قالت لك حالتي زعما نطيح في الطواليط غير بوحدي. يوسف انا مزاوقه يوسف راه الدنيا وحده اللي كاينه راه ما تشوفش يوسف الله بغى يمتحنك راه هذا هو الحج عندك يوسف هذا هو السربيس اخويا راه هذا هو السربيس بالصحه يوسف. والله ما عارف شنو كاين تما يا سي العقاوي انا بالله وغير صيفط لها دابا شي حاجه باش تعيش اسيدي وكملوا هاد الحرب بيناتكم. يا ما شاء الله راك عارف دابا المهم حنا على ما غادي نجي تما يا ورا عطيتها وتا هادو كيزيدو صافي. شوف يوسف اخويا هاكا يوسف الله يعطيك الستر حاجه عندك الله يعطيك الستر يوسف الله يعطيك الستر سمع شكون اللي بغا يهضر معاك. انا يوسف السلام عليكم. انا النهار باش جبتيها النهار اللي جبتيها شنو قلتي لزينب؟ زينب اختي اللي قالت لك ديها انا نعطيك 1000 درهم قلتي لها ما عنديش باش نديها وجيت وجبتوها حطيتوها هنايا وقالت لي مرتك عطيني 1000 درهم قلت لها ما عنديش 1000 درهم اش هاد الحاله باش جبتوها اش هاد الحاله باش جبتوها ونعطيك 1000 درهم من الفوق قالت لي وانا تعطينا 1000 درهم انا حنا ما عندناش باش نتحركوا قالت لي هذيك كتخربق من بعد ورجع عندك عطيها لي. هاد الهضره كاينه ولا ما كايناش؟ زينب اللي قالت لك اختي زينب اللي قالت لك سير دي فاتحه سير دي منى عند امي غادي نعطيك 1000 درهم كاينه ولا ما كايناش؟ قالت لي غادي نعاونك في المازوط غادي ديها للدار تشوف الواليده. اي قالت كنعاونك في المازوط ملي وصلتو حطيتوها في الدار انت هبطتي للزنقه مرتك جات عندي قالت لي اعطيني 1000 درهم اعطيني الفلوس قلت لها ديالاش الفلوس اللي غادي نعطيك وانا زينب قالت لي حتى تعطيهم ليوسف ليدو ما تعطيهم حتى لشي واحد قلت لها ما اش من فلوس غادي نعطيك وحنا كنشوف فيها بهذه الحاله هذه قالت لي مهم انا عطينا الفلوس حنا ما عندناش باش نتحركوا ملي هبطت عندك قلت لك ها مرتك قالت لي عطيني الفلوس انا راه ما نعطيكش الفلوس دابا قلت لي من بعد نرجع عندك دابا هي ما فاهمه والو حتى من بعد نجي عندك عطيني الفلوس هادشي علاش جبتيها هو ما بغاش يجيبها قال لك خص انا عندي الفلوس انا بغيت نعاونك بقى شنو قلتي يا يوسف راه مشى الصوت شنو قلتي؟ يوسف هي كتهمك بان حيت طلبوا لك امك مسكينه غير تشوف قلتي باش تجيبها عيطي لاختك ولا اش تجي لاختها قلتي لها صيفطي لي 100 وانا وديك خالتي اللي في فرنسا هكا هكذا كذا كذا الهضره ديال وليتي انا قلت لها ودي لك انت غتعيطي دابا انا نعاونك ب 1000 درهم ديال انا عندي الفلوس انا نسيت لك 1000 درهم باش تعاون الطريق تفك ما تفك تفهم مزيان يوسف وي خويا الله يعطيك الستر يوسف واش تي راه دابا الا دخلتي كاع وغادي تشوف الحاله ديال امك انا نصيفط لك حتى الرابطه اخويا تشوف امك يوسف واش كاين شي حل عافاك صرف على امك وهاد الحرب ديال هاد بيناتكم انتوما تزيدوا زيدوا في المحكمه شغلكم هذاك ولكن راه امك الا مات يوسف راه قاصحه بزاف راه امك راه تصور سولتها واحد السؤال قلت لها الا رد لك الله العين شنو الامنيه ديالك والله العلي العظيم الا قالت لي بغيت نشوف يوسف عقلت عليه هو صغير كان سمر وشعر ورطب تصور شو هادشي بشحال قاصحه رغم هادشي كامل يا يوسف هادي ام والله العظيم شي نقول لك والله ما عندي شي مشكل بيني وبين عندي مشاكل مع هادوك اللي تيهضروا بي هادوك دابا اللي جالسين حدا هادوك هما شقاد هادشي ها هما هذا اللي هذا اللي سي ولا اش من مشكل اش من مشكل عندنا معاك حنا كتصرف علينا نوريك المشاكل اللي شفت نقول لك السي العقاوي نقول لك واحد الحاجه اخويا هذيك بالعالم هذيك المشاكل اللي ما خلاتش من شاف التصاور باش كنت مريضه هكاك وضعيفه المشكل ديال الدواء كنت ما كتشربوش وهي اللي قالت لي قطعوا لي الدواء حيت راني غنوليك مزيانه انت اللي قطعتي لها الدواء
الدوان تالي قطعتي له وهي اللي كتقول هذا الشيء، حنا ما حضرناش معاها. اسمعي نقول لك ما دوم معاك نمشي سيدنا دوم عا انت بعدي من اللي ما تهضرش معايا. علاش ما نهضرش معاك؟ هذه راه انا اللي غادي هو اللي عطاني باش انني باش نجاوبك. غير تحترموا بيناتكم غير ان الغايه غير توصلوا لشي حاجه عافاك. شوف هو ولد اختي، هو ولد اختي، هو ولد اختي، ما عندناش معاه حنا شي مشكل. هي خالته، شتي هي ملي جات انا خالته، هي ملي جات ماشي حنا اللي حرشناها، جات قالت لك انا هي امي حاضره ماشي انا كاع. سميتها منى. منى واش حرجوك البنات؟ حرشناك حنا تمشي للمحكمة؟ واش حنا اللي قلنا لك سيري للمحكمة؟ لا لا. وعلاش ما مشيتي قيتيه؟ علاش مشي انت اللي واش انت اللي قلتي لنا ديوني بغيت ناخذ حقي ولا لا؟ اييه بغيت ناخذ حقي، راني مريضة، راني مريضة. حنان وقلتيها لي ماشي حتى انا اللي ديت كاع. راني مريضة، راني مريضة. هي اللي بغات بخاطرها. قالت لك انا كنتصرفت كانت عندي يوسف من يوسف ومن ولدي. يوسف يوسف أخويا السلع قوي. لا لا والله العلي العظيم أخويا الولاء نتمنى هذا الشمال يتجمع والله أخويا يوسف إلى مرحبا. سمح لي نقول لك ملي مسافر جبدتني مرطوع من البيت حتى رمتني في الطواليت، في الطواليت مشات خلاتني. وسمعتي يا يوسف عاود ولا إني سمح لي يا سيدي. السلع قوي شوف دابا راه كنعرفها هي وكنعرف راه شي فايت الملك دو ها هي قالت لك راه ما تخش ولا اني ملي رجع لدابا ما قلتها له لدابا. هي والسلع قوي. نعم نعم. انا اختي اختي راه تزوجت، انا تزوجت انا بنت خالي على ودك. هي هادشي اللي قلت انا من وراك. هي تزوجت انا بنت خالي. هادشي اللي قلت راه انا جوجتي بنت خالك باش تهلا فمك مسكينه اللي راه ضري راه ما تتشوف. انا اصلا ما عنديش ما ندير بالعائله تزوجني على ودها هي والنهار جبت كلمه بنت خالي قلت لها الخير اللي غديري فيا ما ديريش فيا، الخير اللي غديري بيا ديري في عمتك. عمتك شكون عمتك؟ يقول لها داك الشيء واش كاين ولا ما كاينش؟ واو زوجتي لي على الوالدين ديال دابا اللي قالت لي الوالده اللي انا ما ولدتش ما عندش كاع الدري وغير هاد اللي ما تبكانش. يوسف انت كي وصلتي يا يوسف انت في صحتها؟ يوسف يوسف اخويا كي وصلتي انت في صحتها؟ قالت لي الوالده في الوالده قالت لي ما قالت لي انا ما عندي لا ولد لا والو اللي قال لنا المخزن نديروه قال لي داك الوالد ولا اللي كاين. يوسف وي واش تمس امك حيت وصلتيها لهم وصلتيها في حاله عاديه ولا وصلتيها لهم كاع كلها شكولات؟ قلت لك واش هي وصلتيها لهم شكولات ولا وصلتيها عاديه؟ راه هما جبدوا شي تصاور ديالها راه شكولات كاع. لا لا شوف داك الشيء غير غير كانت مريضه مع الستون فيها البرد وكذا وقلت انا خدام بوتي وكاين وكاين شويه ديال باش نقول لك كاين شويه المشاكل اللي بينها وبين المرمر كتدور عندك ساعه ما كانتش عارفه حتى انا بالضبط اربع شهور عاد عارفه انا شنو دويت الخامس. نعم تمام كنتي فاهم في العقاري ما كانش تصور حقيقيين هذوك وغير بوضحها خويا العزيز. هي جدك يوسف تهضر معاك الله يعطيك الستر باش اخا نسيو لي يوسف عافاك نسيو لي حد شويه غنبغي هلا نسيو لي سي يوسف نسيو لي سي يوسف حد غردا شوي حد غردا حد غردا شوي حد غردا خلي حد غردا اخا ما مايلا ستيني خمن سيو يوسف يوسف عافاك اخويا وهاد النهار ان شاء الله ما يتجمعش هضر مع جدك يا يوسف. الو يوسف لاباس صحام شويه؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله بارك الله فيك لا ايوا لا تياني ربي كون تياني ربي كون زيت يا ربي مي هاد التصاور هادو اللي كيشوفو الناس واش كذوب؟ لا ماشي كذوب واش هكا جابوها ولا ماشي هكا؟ لا 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 شكون اللي كان تيدير لها الدواء باش تكذب؟ انا اللي كندير الدواء وفي الكتف ومن اللور انا اللي كان مغضها وكندير الدواء واخا مريضه واخا كنموت انا كندير لها الدواء. لا 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 ماشي كذوب لا ماشي كذوب سختي ولا ما سختيش؟ انا اللي هضرت معاه قلت له كي علاش هاد الحاله واش مشيتش امك في هاد الحاله قالك انا ما نعرف انا ما عايشش معاها ما عرفتش اين مشاو الضريخ اين مشاو
واش يوسف جابها هي بديك الحالة خايبة كاع الحاجة على تقريبا؟ خايبة أنا اللي كندير لها الدواء أنا. أخويا. نعم. هذاك الهدي بعد اسمع كاين شي علاقه واش فيها هذوك الناس هذوك النهار ديك انا معايا يلاه تزوج ديك لا قبل ما نتزوج ديك يا ربي ديك وانا نقولهم لك نعم ديك عايشه معايا وانا عسكري كنضرب السربيس بالليل ونجي ندير لها هذاك وانا جوفري وعلى مدتك انها 20 عام ما شفتهاش انا خدمت خليت مكناس وانا ما كنشوفهاش وداك يقولوا لي راه عندك مكناس ما كتشوفش والله احسن العوار غير دابا عافاك يوسف دابا واش كاين شي حل انك ولو دابا هادو جايبين عياده طبيه لو الطب النفسي كاع مسكينه متبعه واش فهمتي دابا راه بيني وبينك واش كاين شي حل ديال عافا كانت تكلفني يعني تكلف انا غير بامك يوسف غير ان ندير لها واحد شي حاجه باش تعيش وراه الله كبيره وهذا الحل اللي بغيت انا قلتها غير هادي انا تهضر معاك دابا نجي دوك ليا مرحبا قلت لها غير كلشي غادي نجي قلت اتفقتوا على هذا الشيء واش غتمشي انت عند يوسف خالد لاله مينا الله اللي قالنا الا بغات تمشي عند ولدها نديها اما ما يوسف ما جاش قال لك نجي نديك واش العقل سمع الاوديو اللي كان غير هذه اليومات اللي انه ما حرشوهاش وشنو قال شنو هو هذا الاوديو شالو سمع واش تقدر دابا شنو بغيتي تقولي ليوسف انا ما عنديش لا شفت شوف كاين باش تلبينو بين قوتها دابا حنا غير كنهضروا في الاخر غادي نهضروا انا وياك مزيان نعم وما كنديروا لي المشاكل وراه انا شفت لك الاوديو اللي شافك كيعاود قطعه صغيره اللي كتقول لي تما اللي حداك يوسف تيهمكم بان هذا غير حرب بالناس شكون كتستغلوا هذه المراه نعم انت كتهمهم بان حرب بيناتكم وكيستغلوا امك شنو شنو قلتي سي العقاوه انت دابا كتبغيتي تقول بان هذا مشكل بينك وبين بناتها بين خواتاتك وعائلتك وهما تيستغلوا امك في هذا الشيء ولا شنو بغيتي تقول كيستغلوها بعدا راه كاين شي ورد تمايا وكدا شي بيناتهم وشدوها باش عافية على داك الورد النهار ما لقاوش داك الورد ما كاينش منهم دابا قالوا لي اجي ديها اما راه داروا دعوة في المحكمة على اساس انني قال لك باش يصيفطوني للحبس وكدا قلت لهم جرعوا طوالكم حتى تجبعوا ونجي نجيبها انا شوف خالتك ماما هي غادي تهضر معاك هضري سلام عليكم ما جيتوش وحدا في السيتي العقوية هنايا انا غادي نهضر معاك السلام عليكم بعدا سلام باش نستغلوك باش كتعطينا فشنو كان شنو كتعطينا كيفاش نعطيكم ايوا انت اللي كتقول تا يستغلوا امي وكيديروا لامي وكيفعلوا اش قلنا لك اش من عيب اللي عمرك سمعتي منا حنا باش قلت لكم الاتزان على الورق اللي بياتكم بيني وبينكم عبد الله اش من عيب اللي سمعتي منا عمرك سمعتي منا شي عيب واش ماشي امك هادي واش ماشي امك هادي ماشي انت حوري حوري ما دارت لك والو واش انا ديتها للمحكمة حورية ما دارت لك حورية والو حورية حتى سمحتو فيها قالت لها ديني وداتها دابا حتى ما لقيتو ما تقولو دابا زاد هاي ما لقينا انت عندك ما تقول حنا ما عندنا ما نقولو يوسف لا يرضي عليك لا عافاك انا ما بغيناش باش تقول نقتل ولا نذبح ولا ندير انا ما كنخدمش حنا عليك حتى واحد هي حتى حنا ما كنتخلعوش المهم جري طوالك حتى انت جري طوالك صافي حنا وياك حنا مع المخزن حتى نشوف المخزن اش غايدير لنا ايوا
جرات لك اللي شوفي راه غنوصلوها انا وياك. وماما الهضره كلمه خايبه ما عمرك سمعتيها مني انا اللي كبيره عليك. انتي براسك اللي كتقولي للناس اش كديري في الفرحه ديالي بهذا اللي كيمشي عندك راه يعني يمشي بحاله. انا داكشي فوقاش قلتها لك؟ كما قلتيش هاد الهضره هادي؟ لمن قلتها لك انت في وجهك؟ قلتيها للنبي وحريمه كتسمع. ما هذيك الهضره قلت لك ديك الساعه ملي سمعتي ديك الهضره جي عندي قولها لي. ودابا هادشي كاع يوسف جاي دابا راه امك مسكينه هي. حنا ما كنهضروش على داكشي ديال النبي وداكشي ديال اسيدي شنو الذنب تاع هاد المراه دابا اللي عوره ومليوحه هنا شنو الذنب هاد المراه؟ ايوسف ولا اني كاين الله سبحانه وتعالى هو اللي غيخلص. غادي يخلص كل واحد على بعينه. يخلصنا. حتى حنا الا تعدينا عليك يخلصنا راه الدم بيناتنا راك انت ولد اختنا وربينا فيك تعينا وجيتي عندنا وجلستي عندنا وكليتي عندنا وشربتي عندنا ونضحكو وكنلعبو دابا اللي وليتي واحد اخر. باينه عليك النار كتقولي النبي جري عليه ويمشي بحاله. الا قلتها كاين الله يخلصني والا كذبتي عليا كاين الله يخلصك. ولكن والنبي ما بقاش دابا في الحياه باش يقول لي هي قلتي ديك الهضره ولا ما قلتيهاش والنبي براسو راه سولته قال لي ديك الهضره ما كايناش. حامد حاضر هو حامد حاضر تاع حامد تاع هو اي هي حامد براسو انا سولته قال لي ديك الهضره ما عمري قلتها ما عمرك قلتيها انت. وماشي انا وليد انك دي خلوه باش انا ولا اي يوسف يوسف دابا ديك الهضره ديال الماضي خليها يوسف يوسف خويا العزيز عافاك دابا حنا غادي نحاولوا هو راه بان بان كاين نتوما ديجا مشادين ولكن ما شفت معاه ما عندكم لا علم ما عندي معاهم ما بينكم وبين وحيوش حتى انا اللي درت هذا الشيء كاين قال لك انا اللي حرجت انا تمنيت نجيو لخيوش باش نكون هو راه كان يجي كنخشبوا عليه وتنهضروا معاه وتنخرج معاه وتنهضروا معاه ونمشيو نضربوا بالطونوبيل ونعيطوا نقول له اجي يا الحمقه اجي يا الحمقه وضحكت عليها انا كنقولها له نهار اللي جات امي يا خالتي نهار اللي جات امي خديفه هي نهار اللي جات امي في ديك الحاله قالت لي اختي هضرت معاك انا غير مشيت معاها حيت انا اللي عايشه معاها قالت لك انا ديني جات بنت اختي قالت لها حنان انتي قاريه وكتعرفي ديوني للمخزن ديتها انا وبنت اختي ماشي حتى انا وتما ربما يوسف هو ما ديتها للمصالح الاجتماعيه في الاولى والمشاهدين الحاضرين شكون اللي مشى معنا الاول ودابا العائله بيناتكم ويوسف والمصالح هما اللي عافاك يا يوسف واش دير شي حاجه غير الوالده ياك خص لها غير واحد شويه مسكينه راه دابا تا جده راه دابا تدير الدياليز واش فهمتي يا خويا يوسف دابا غير الوالده انا بغيت غير هاد المراه راه عوره مسكينه وراه عندها يد ميته وسي العقب اخويا وعلى بسبتهم انا كان دابا راه كندير كونسلطاسيون على بسيكياتريس بلا على بسبتهم هما لا 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 على بسبتهم دابا راه عندي الدوسي ونوريهم لك وصيفط لك حتى تصور على بسبت داك المشكل ديالهم هما ماشي حتى ديال الوالده ديالهم هما دابا راه كندير راه كنمشي ديما ندير رونديفويات ديما عند الطبيب ديال البسيكا ديال المولاي اسماعيل نعم على داك المشكل دابا داك دابا بزاف كاين تمايا ديال غير بينا وبين ديك حوريه وعمامه دوك بنات الحرام نعم احنا بنات الحرام انت ولد الحلال اييه اييه احنا بنات الحرام عندك الحق وانت ولد الحلال دابا شوفوا غير هاد المراه راه هاد المراه امي كتقول الحرام ويوسف راه يا يوسف اخويا راه الا شفت الامور هكا راه هاد المراه غادي نديوها لشي خيريه ولا شي حاجه وحشومه انت حي وهالبنات حيين وانه غادي نشوفوا ان امراه مسكينه غتمشي عورا للخيريه وولدها واش تبغي امك تموت في الخيريه يا يوسف شوفوا شي حل عافاكم شوفوا شي حل عافاكم واخويا دابا انت بعيد لو كان كنتي حدايا غادي نتفاهموا انا وياك نعم وسي العقاوي اخويا دابا انت بعيد لو كنا انا وياك شي انا ماشي انا حمق ماشي شي واحد حمق لو كان جلست انا وياك عاود غادي تقول لي الله يعمرها دار وشوف والوالدين ويوسف والو كاع نختلفوا حتى الوالدين خصنا واخا يكون ظالم ولا مظلوم الوالدين راه ام راه غادي تموت هاد المراه يوسف راه غادي يعرف واحد الاحساس اخر والوالدين والوالد تصور واش كاين شي كاين شي واحد اللي غادي تكون دابا انت نقول لك انا واحد نقول لك واحد المثال اللي هو بحال المثال ديالي انا نعم تصور دابا انت عايش 20 عام مع بك ما عمرك شفتي امك ياك نعم النهار دخلتي لنا من واحد النهار قلتي انا غادي نمشي عند الوالده نشوفها في سبيل الله نعم واخا ما ربطتيش ولكن عايش في الاحشاء ديالها واحد 10 شهور ياك نعم نهار مشيت عندها لقيتها كتبكي هي دابا راه كتسمع كتسمع قالت لي كيضربوني
تضربني سعيد وتضربوني كاملين وتيعلفوني. نعم. والسبب باش غنديها هبطت مع سعيد قال صاحبي شو مرا الوالده ديال اختك هذيك بسبب هما باش جيتو من العربيه سكنتو في المدينه وليتي كتعرف تهضر بالعربيه. قال لي الشريف الا فيك النفخه ديها وغنديها بالليل. وشنو قالت لي هذيك حمامه؟ قالت لي غتهبطوا للكراج تنعسوا في الكراج باش غيديكم الدراري مع الوحده الليل بلا ما تبرصوا ما تقول لنا الله يهنيك. وقالت لك دابا راه سعيد اللي تيصرف عليا وخوتي اما يوسف قالت لك ما عمرو عطاني شي ريال من نهار جابني. نعم؟ قالت لك هي راه سعيد هو اللي تيشري لي الدواء. دابا ولكن قولها شكون اللي كيضربك قبل ما نديك انا علاش ديتك وانا مازال جوفري وانا خدام في اخيب دومين في لارمي. واش انت كان تيضربك فاش كانوا تيضربوك هاد الناس انت وقلتي لسعيد وقلتي ليوسف الديني؟ اي كان سعيد شويه مجندر عليا. اه وقلتي له الديني؟ لا ما خوتي اخرين الله يرضي عليهم. الله يعمر لهم الدار كلشي وماشي مشكل ومشيتي وجا يوسف داك. اي داني وتعشتي عند يوسف. داني وكلني وشربني ما كملتش. علاش داك؟ علاش داك؟ علاش داك يوسف؟ ما بغانيش خويا حتى هو عاوتاني ما بغانيش خويا على ودني. والو غير عواريتي كلشي تيلوح. لا لا دوز علي. ها هي كتهضر معاك. فتيحة ماشي ماشي وفي خصك تبني لي كتساعد ارشمي كتساعد ديالنا اتوسما وتهنانا عاتبني هي وهي عافاك عافاك وهي اللي خدت تسمى ويخ. يصحى يصحى. اجرام ولا اجري؟ يصحى اللي خاش يصحى. نعم. كتسمع السي العقاب ولا لا؟ تنسمعك اخويا خليتها تهضر مسكينه هكا دابا يا ريت قلت خليكم بيناتكم هكا ما يجمع هذا الله الشمل. امين. بايوز. واش اسي العقاوي؟ اخويا. شتي نقول لك انايا؟ شتي مهما ديتها انا يا زفري. شوف بايوز بايوز واش دابا حنا رجال؟ والله كتسمعني بعدا نهضر على السي العقاوي. واش هادي امك ولا ماشي امك؟ واش امك ولا ماشي امك؟ وي اسي العقاوي عطينا غير عقلك. نعم. شتي الوالده مهما ديت هذاك النهار وانا زفري؟ غديها حتى دابا. وعلاش ما صرفتيش عليها يوسف؟ انا غير هذوك اللي بعدوا مني بعدوا مني ما يسولوش فيا. بعدوا منه قالت وقد على مو نجيب دنزورها وتعيش بخير امك غير صافي الا عطاوك امك تقد بها يوسف. وانا قد بها من نهار ديتها 17 عام شكون اللي هز 17 عام؟ قالت لك والو قالت لك بنتك الصغيره قالت لك مرتك ولا انت ما عمر حتى دوش قالت لك الحمام ما فيهش الباب وتنبغي غير نستر راسي. حيد ندخل عاود هضره السي العقاوي. قالت لك الحمام الحمام الدوش للطواليط قالت لك حيت نبغي ندخل كون ما بنتك الصغيره قالت لك راه مسكينه بدات تطلق غير تما بدات ما عرفاش حتى كيدخل كاع. قول لها واش هذه 17 عام وانت عايشه في هذا العرف ولا لا؟ واش حتى الاخر عاد ولا تيتعنفك يوسف شنو السبب انت حتى لهذا الاخر ولا من النهار الاول انت في تماره؟ وهي مسكينه من النهار مشاو العيرين نيت اللي راها تماره اش غنقول لك راه مسكينه دابا راه معصبه راه واحد اللي دقع لا وياها وغير تات. السي العقاوي هذا انا درت التحريه ديالي ودرت طلب كيطو ديالي النهار وقع المشكل بينها وبين المراه ديالي. كاين دابا الوالده راه قاسحه نقولها لك قدامها. هاي كتسمع. وجابتها الله يحسن الاوان حيت علاش قاسحه؟ راه الدماغ هذه راه سنين وهي ما تتشوفش المهم ما يزيد على 40 عام هي ما تتشوفش الله يحسن الاوان ياك. نعم. وجابتها مع السيده اللي هزاتها راه هزاتها 17 عام ربما هزاتها صحه عليها على ودي على وجهي انا. ولكن لقيت لانهم وقع لهم الايرور بيناتهم هذه كانت كتوهم كتوهم وما عرفهاش حيت راه ردت ربعه بالعمليه كامله ربعه بالعمليه وجا ايرور هذا الخمس حتى هو غيتوج بالعمليه. دابا الحمل غير هذاك الوهم اللي كان تيدير المشاكل بيناتهم ولا شنو؟ هذاك الوهم هو اللي كان داك المشاكل بيناتهم وزادوا هذوك الناس اللي انا وياهم ما تنتعاملوش لقاو داك الشيء اللي عجبهم غير بالضبط. وما شنو قال لها المحامي اللي انهم بيناتهم شي حاجه بيناتهم هي وديك العليا قال لها هذا الشيء داك العسكري حنا غادي نتبعوه حتى يبقى يصيفط لك 1000 درهم في الشهر ولا اكثر وهي كتموت على الفلوس هذيك دابا اللي عندك ديك العليا كتعطيها الفلوس تسمح في العالم. نعم. والنهار ما لقات والو في هذا الشيء كذا لقات العياد طلعوا تهبط ما لقاش كيفاش غدير وانا عارفها وراه غادي المصالح وكتشتي هذيك راه بقى كتقلب على 1000 درهم في الشهر ولا باش تستغلها و1000 درهم ما غاديش يعطيها حيت عندي ما غاديش يعطيها القانون 1000 درهم
أمك عطيها حياتك يا يوسف، وراه أمك دابا أنت شري حرية. وا أستاذ، وا السي العكاوي، أخويا نعطيها حياة، نعطيها حياتي كودي أنايا، راه عندي شي عندي كريدي ديال الدار، وعندي كذا المهم بزاف ديال الحوايج، ما غاديش المصاريح قالوا لي هاد الهضرة هادي، قال لي شتي هذيك راه أمك إلا عندك إلا عندك زايد عطيها، ولكن قانونيا ما غاديش توصل 1000 درهم. وكلاش لي أنا كنعطيكم ريال. هذا مالا طلقتي المرا مع هاد المدونة شحال غتعطيها؟ ها؟ إذا بينا طلقتي المرا مع هاد المدونة شحال غتعطيها؟ وايلي المرا والدراري غيكرهوني غادي يديو لي كلشي. إيوا أمك مسكينة زعما ديك 100,000 فرانك ما دايزاش هي فيها. ودايزا فيها أكثر، ودايزا فيها أكثر. يا شنو دابا ندير زوج؟ مسكينة عايشة دابا هنا، دابا قلتي حورية ألف عاود قلتي. سميت قلتي. مشكلة بينما كاينش ديك. وحنا ما عاود مصيبة كحلاوة، دابا اسمحي يا راك عرفتي حورية. قلتي والو تتموت على الفلوس. حمامة حتى هي، هاهي جلاخة. إيوا أمك هاهي شتي كيعيشة، هاهي جات لتما عندك، هاهي كتضرب، قالت لك عاوتاني ومسكينة وتكرفصات. راه هاد المرا ولات الموت حسن لها، هاد الماركة خصها تموت حسن مساكن ولا هادشي كتسمع. أيوز. واش أخويا شتي أنا قالت لي قالت لي تمايا قالت لي أنا عايشة أحسن منك تمايا، حيت دابا أنا جالسة وخوتي في فرنسا كيصيفطوا لي، قالت لك ما احتاجيتش منك أنت غير الله يعاونك. وقالت لي نعم واه نعم نعم وانا قالت لك هنا عايشه كيما بغى يكون احسن من تما. قالت لك تما وشوف انا مزاوق، شوف لنا شي حل اخويا يوسف، انا مستعد نجلس معاك ونجيبها لك. راه ماك يا يوسف، راه هذا الشيء مازال ما غتحس به حتى نهار تموت هاد المراه. وعقل اش نقول لك يا يوسف؟ وجيبوها اخويا، جيبوها اخويا، دابا كنهرب انا من شي حاجه اخويا سي العقاوي. تمشي انت عند يوسف؟ أفين غنمشي؟ وراه هو مرتو قالت ما نشوفهاش، واخا تلاس واخا تلقاس ما مع الأرض ما نشوفهاش. قالت لك واخا بغات تجي راه مرتك، قالت لها ما نشوفكش. قالتها لأختي هنا لهنا. واسمع سمع أمك يا يوسف، سمع أخويا العزيز، وراه دابا حنا عائلة وحدة، حنا تنهضرو هضر معاها هي قولها. ويوسف ما بعيدش عليا، وأنا مرتو قالت له ما نشوفهاش، واخا تلاس قاس ما مع الأرض. نعم، ما تمشيش دابا تشوفي أنت مرت يوسف. كيفاش عوض الله ما سمعش شنو قالت السي العقاوي؟ قالت لك راه هنا يا خويا، قالت لك بان مرتك قالت لهم ما نشوفهاش واخا طيح السما على الارض، وراه ماين الراجل عواره حتى مرتك ولا حشومه. انا اللي كنقول لك انا جيبوها، دابا انا واش انا خايف من المراه؟ ايوا لا ترجع معنا اللي شكون اللي كثر؟ واش دابا شكون اللي كثر؟ واش المراه باش الهضره ديالو ولا الهضره ديال المراه؟ انا كنقول لكم دابا الا بغات تجي جيبوها مرحبا بها ومرحبا بك حتى انت. الله يحفظك اخويا. واو هضري مع يوسف عافاك، سميتها منى. منى سي ولد يوسف، هضري مع يوسف بالعربيه، غير هضري مع يوسف، هضري مع يوسف. ها يوسف يسمع، قال لك يوسف يسمع. ويوسف ما عندي شي واحد بلا به غير هو والله. واي يوسف راه تتبغيك مسكينه. واي يوسف واش عرفتي اش تقول لهاد المراه؟ ويا سيدي ويا سيدي غير هو اللي عندي والله. واي يوسف هي تتبكي يا يوسف، ودار فكر في بناتو ودار فكر حياتي ودار فكر. لا اله الا الله. واي يوسف اخويا راه تتبكي تقول لك راه يوسف تنموت عليه. قالت لك راه الا ولاو عندي العينين بغيت نشوف يوسف. انا كنقول دابا بغيت تجيبوها نجيبوها مرحبا بها. انت شوف شي حل يوسف، ودابا قالت لك خافت من مرتك. كيفاش؟ قالت لك خافت من مرتك، واش ندير معك واحد تاع واحد ترجيك دابا نصحها عندك؟ دوز لي مرتك تقول لها مرحبا بك، دوز عليا. دير واحد القد، دير واحد. دوز لي مرتك تقول لها مرحبا بك. هذا السي ولاش؟ ها انت السي ولد تنطوطريوس، والسي ولد خلق رونن. ها تنطوطريوس. الو السلام اختي، بخير صحه لاباس؟ لاباس الحمد لله. الله يحفظك. واختي العزيزه انا مزاوق، راكم عائله وحده، ورا زعما وهاد المراه ما تتشوف ما والو والله ما الله يحسن العوا، الله يخرج العاقبه بخير. دابا هي قالت لك بغات تجي عند ولدها، ولكن انت كتقولي لهم هذيك المراه هي اللي ما نشوفش. هاد مين يوسف؟ مين يوسف مالها؟ اش كتجيك انتي؟ عمتك هي اللي راه ما يراجلك. دابا هي كتقول بان بغات تشوف، بغات تجي عند يوسف. ما يراجلي راه عمتي. راه عمتك، ودابا عمتك ما كتشوفش، وراه جات تلاحت في عرق، قالت لك انت قلتي لها ما نشوفكش واخا تلاقى السما مع الارض. حيت ديك عمتي ما كتخدمش عقلها، كتخدم عقل ناس اخرين.
وقلتي لا ما نشوفكش واخا تسمى واخا تلاقى السما مع الارض وراه ماين الراجل كيما غدير ودابا حيت يحماقوا والدينا اللحوم حيت هي انا قلت لها ما غاديش نرضى حيت كذبات عليا شنو نهار اللي غتعاود طيح كيما كطيح داك النهار عندهم وترجلها الاسنان نهار اللي غتعاود طيح انا عندي نقول لك انا اللي سمعتها طيحتها وانا عارفه دوك الناس كي دايرين وعارفه حتى هي كي دايره وما كتشد بهذا الشيء كتقول لك انا بنتي طبيعه ملي كانت صغيره هي حداك سولها انتي عارفه انا كي دايره وحنا عارفين كي دايره كيفاش دير فمك انا كنهضر معاك ما غاديش نسد فمي علاش نسد فمي هذوك الناس راه عرفتهم كي دايرين كي دايرين يا شفاره انت راه كضربها بالمشايه وجاو الناس لقاوها مضروبه بالمشايه وما قالوكش انت اللي ضربتيها انت اللي ضربتيها بالمشايه وجايه عند راس زرقاء وجبتيها مدموغه امي اللي كانت تغسلها الدم ديال الراس اللي جابت من عندكم انا ما غاديش انا ما غاديش نبقى نسقى بحال خيالها راه عندي مسؤوليه عندي 4 دراري عندك مسؤوليه حتى هي مسؤوليه ديالك انت اللي غتهزيها الا بغيتي ولا كرهتي يمكن ليش نبقى جالسه حدا في الدار باش نحطيها نطيح كتقول هذيك الناس انا عارفاهم حتى حنا راه عرفناك وما تتسواو انت اللي ما كتسوايش انت اللي ما كتسوايش انت اللي ما كتسوايش ولو هذاك با وديك انت اللي ما كتشوفش ديتها انا 17 عام وبالتالي انا كتحط لي الخير حنيتي فيها حنيتي فيها انت جبتيها هكاك معوجه معوقه لانتي حنيتي فيها داكشي علاش داك انا حنيت فيها وقاسة عندي 25 عام ديتيها كي البغلا تبارك الله عليك ديتيها كي البغلا راكي عارفين باش ديتوها وتبعتيها كتقول لها راه قالك سعيد الا ما داكش ولدك سيري مكمل اللي ما طلعت عندنا انا ديك الهضره ما عمر قلتها وما عمر خرجت على فمي حليمه الهضره كاينه ما عمر كاينه ديك الهضره اختي حليمه اختي حليمه تبعتها قلت لها اختي حليمه اختي حليمه اختي حليمه اختي حليمه اختي حليمه اختي حليمه انا نهضر معاك واش دابا هاد المراه تقدري تصبري شوي ما بقى قد ما فات واش تقبلي هاد المراه اللي هي ماي راجلك وهي عمتك واش تقبليها باش تجي هادشي اللي بقى في حياتها راه ما تشوفش تعيشوا معكم او لا انت طبتي الله يحسن العوان غادي نقبل عليها بشرط واحد شكون هو غادي يقبل عليها على وجه ولدها اللي ما كيقلبش عليها واخا اختها راه ضربات بينو وبينو راه عندي الاوديوات ديالها الانفصاليه هذيك الحونية اللي هداك راه انفصالي اوديوات كتقول لي راجلك راه كيخونك وراهم عندي في التليفون حورية قالت لك هاد الهضرة حورية جات قالت لك راه راجل سيخونك حورية راه ما خلات ما جات راه واحد الشيطانة من هنا كاينة حورية قالت لك ما عمرني ما قلت هاد الهضرة كاع لأن ما خليتهاش تهضر حورية شنو بغيتي تشتي الدار ديال خوك حورية بغيتي تشتي الدار ديال خوك وجيتي كتقولي لمرتو بين راه تيخونك باش ديما كتجي الضربة في هاد المرة أنا ما عمرني قلت لها هي كاع